عشان صغير، ربنا يا رب يديله الصحة وطول العمر يا رب، المفروض يتكرم كتير لأنه ممثل عبقري. بس احنا فعلا بس استاذ محمود عبد العزيز لا كرم على مدار حياته يعني، خد اكيد كم من الجوائز غير طبيعي يعني. بس دي حقيقه، هو فعلا اقليه اللي يعني بيقعدوا يكرموا الفنانين بعد ما بيموتوا زي الاستاذ خالد صالح، حرام يعني، حاجه مش لطيفه بصراحه. مهم ان الفنان يتكرم وهو عايش طبعا، بس هي دي روح اصلا الفنان احمد حلمي، ان هو دايما ياخد المواضيع بكوميديا يعني. بس طبعا مهم ان الفنان يتكرم وهو عايش، لان طول ما الفنان بيتكرم بيحس بقيمه الاعمال اللي بيقدمها وبيحس بنتيجه اللي قدمه يعني. دي حاجه يا ريت تتعمل اكتر واكتر يعني، التكريم ده فعلا زي ما قال بيخلي الفنان يحس بمجهوده ويحس بالتعب اللي هو بقاله سنين كتير قوي بيعملها، فبيحس براحه اللي هو ايوه انا انجزت حاجه، فدي حاجه يا ريت تتعمل اكتر يعني. مش عنده حق شويه يعني، بس طبعا بس زي يعني في الحالتين يعني بيتكرموا. هو احمد حلمي قالها من دايما هو بيهزر يعني، بس ده فعلا بيحصل، واتمنى ان الناس فعلا تاخد بالها ان هم يكرموا الناس اللي تستاهل وهم عايشين عشان يفرحوا بالتكريم ويحسوا بيه. انا متاكده ان هو واصل لهم احساس الناس وقد ايه بيحبوهم وقد ايه فرحانين ليهم، متاكده من ده، بس يعني اتمنى انه يبقى هم كمان يحسوا بيه وهم موجودين معانا.